يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المؤلف رحمه الله ذكر في حق المحصر إذا لم يجد فدية صام 10 أيام ثم حل، ما المراد بذلك؟ هل لا يحل من إحرامه إلا بعد أن يصوم 10 أيام؟ نعم، مثل ما أنه ما يحل إلا لما يذبح الفدية، لا يحل حتى يذبح الفدية، فكذلك البديل وهو الصيام. لكن أنا قلت لكم الصيام في هذه المسألة فيه نظر، لأنه لم يرد في القرآن. الله جل وعلا قال فإن حصلتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فالصيام كما قاله في التمتع والقران. الصحيح أنه ليس عليه الصيام، تكفي الفدية إذا وجدها، وإذا لم يجدها فليس عليه شيء. نعم.